ضم إلي من الكويت الصحفي والمحلل السياسي رشيد الفعم. أهلا بك أستاذ رشيد. أستاذ رشيد، في خطاب سمو ولي العهد، أقول في خطاب سمو ولي العهد هناك عبارة شدت الجميع، وهو إعادة الحوار إلى المربع الأصلي، وهو أن ميليشيا الحوثي التي تدعم من النظام الإرهابي الإيراني تظل ميليشيا مارقة لا يسمح لها بامتلاك السلاح وفق القرارات الدولية، ويجب إعادتها إلى صفوف الشعب، وإن أحبت أن تمارس السياسة وفق الخطوات التقليدية لذلك فلا مانع لديها. كيف تقرؤون ذلك؟ طبعا بلا شك، وهذا ما أكدناه في لقاءات سابقة، من أن هي مجموعة من الميليشيات الخارجة عن القانون، وخصوصا القوانين، سواء قوانين محكمة يعني العدل الدولية، عفوا محكمة الجنايات الدولية، أو بعض القرارات التي اتخذت من قبل الجهات المختصة، من أن الميليشيات التي تدخل في نزاعات غير الدولية هي مجرمة دوليا بلا شك. لذلك يعني مسألة وجود مثل هذه الميليشيات الكل يرفضها، والكل يعني يجب أن يتصدى لها، خصوصا أنها تحمل مربع الإرهاب. يعني نحن نتحدث عن ما حصل أخيرا في مطار أبها، يعني في مطار أبها هي مخالفة، يعني تعتبر رأس الهرم للمخالفات الدولية، لأنها احتملت على 4 قواعد و4 ركائز أساسية: مخالفة صريحة وواضحة ومباشرة، سواء في استهداف مطار مدني، سواء في استهداف مدنيين، سواء في وجود ميليشيات لديها أسلحة يعني غير مرخصة وغير معترف بها دوليا، بالإضافة إلى دخولها في نزاعات أسلحة غير دولية. كل تلك الأمور تؤكد أن تلك الميليشيات لابد من المجتمع الدولي أن يتصدى لها، لابد من المملكة العربية السعودية وقوى التحالف ودول مجلس التعاون تحديدا أن تتصدى لمثل هذه الميليشيات الخارجة عن القانون. بلا شك أن الحوار هو الأساس، وهذه يعني ما هي دول مجلس التعاون وما هي المملكة العربية السعودية، في أن الحوار والمربع الأول أو الدخول في التفاوض هو رأس تلك الأمور ورأس. ولكن متى ما يعني حل الخطر أو بدأت مثل تلك الميليشيات المتراثرة هنا وهناك من يعني استخدام طرق غير سلمية، فبلا شك المملكة العربية السعودية قادرة إن شاء الله، ودول مجلس التعاون قادرة إن شاء الله على صد مثل هذه الهجمات التي تعتبر اختراق واضح وصريح للقوانين الدولية، واختراق للأنظمة الدولية، وكذلك يعني اختراق لقرارات مجلس الأمن، خصوصا القرارات التي يعني 1356 و1357، والتي تختص من أن الميليشيات المسلحة لابد من أن تتكافل دول العالم والمجتمع الدولي في التصدي لها. لذلك أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية يعني بلا شك، احنا نتحدث عن دولة على هامش خريطة دول العالم، بل هي دولة وقادرة إن شاء الله، ولها سوابق عدة من عام 1948، وهي يعني وهي يكون لها دائما موضع قدم في مثل تلك الظروف. لذلك انا اعتقد ان الهجوم او التصدي لمثل هذه الميليشيات هي يعني مسؤولية مجتمع مدني، وما خرج في اجتماع القمم الثلاث في نهاية رمضان الماضي ما هو إلا تأكيد من قبل 57 دولة على الخطوات التي اتخذها المملكة فيما يخص التصدي لمثل هذه الميليشيات. وهذه الميليشيات يعني سواء المملكة أو غير المملكة لن ترضى الدول في أن تكون هناك ميليشيات مسلحة خارجة عن أطر القانون، خارجة عن يعني محكمة لوكسمبورغ، خارجة عن القوانين الدولية والأعراف، والتعرض لاستهداف المدنيين. كل تلك الأمور كل دولة لن ترضى أن تكون هناك مثل هذه الميليشيات، وهذا ما أكده يعني ولي العهد محمد بن سلمان فيما يخص أن وجود مثل هذه الميليشيات المسلحة على الحدود في المملكة العربية السعودية لن ترضى المملكة العربية السعودية، ومن هنا من الكويت أؤكد أن لن ترضاها أيضا دول مجلس التعاون ودولة الكويت على وجه الخصوص. وهذا ما أكدناه في أكثر من اجتماع، وما أكدت دول مجلس التعاون وأيضا اجتماعات جامعة الدول العربية وقوى التحالف سواء حتى الإسلامية في القمة الأخيرة في مكة، من أن وجود مثل هذه الميليشيات على الحدود للدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية لن نرضى به، بل سنتصدى له، وسيكون هناك يعني بالقريب العاجل
أعتقد وقراءتي الشخصية سيكون هناك رد حازم على مثل تلك الميليشيات ومثل هذه الاختراقات الغير قانونية.